يريد متختنين بكنيون ريتين في حشمال حلبي مثقال مزمين اتخيم تمشيخوا لاجيا ولهنوت من مفتعيم إخوت ومخير ואולי תזכו באחד הפרסים הגדולים להגרלה הערב. مساء الخير لجميع المشاهدين. نحن اليوم قائمين على سحبتين على كل نوع بيتي ونحن نبارك للجميع إن شاء الله اللي إله القسمة يربح. المفتاع ممشيخ بكرة كمان على LCD وجمعة الجاي بنبلش غرف نوم وطاولات أكل ومزنونين كل يوم جمعة. هاجرالا قيمة جدا. أهلا وسهلا في العرسان وفي الجميع. كل واحد بيجي هو اللي حياب ليكنوت هو بصح كل بحط اسمه في الصندوق واللي إله شانس بيربح. المبتاع الحمد لله قوي جدا. نحن غيرنا كل المحلات اللي عنا كلها جديدة في موديلات سنة 2012. عنا خبيلوت ختان 16,000 وعنا خبيلوت ختان 23 على غرف نوم خشب ملان مع طاولة أكل مع صالون جلد مع ميزنوف بيتينا وشرحان خشب ملان بيوصل ل 23,000 وعنا أشياء كلها موديلات جديدة. السحبة الأولى على كل نوع بيتي. منبارك للي بيربح وصحتين على الجميع. الفائز الأول معنا اليوم نصر الدين حسام من دالة الكرمل كل نوع بيتي. ألف مبروك للأخ حسام نصر الدين. السحبة الثانية على كل نوع بيتي ومنجرب نشوف مين بيضيق. بهاء طافش بيتجن. بهاء طافش بيتجن ربح كل نوع بيتي. ألف مبروك للأخ بهاء طافش بيتجن. كان عندنا هاي الأمسية ربحانين اثنين الأخ نصر الدين حسام من الدالية والأخ بهاء طافش من بيت جان. منعزم الجميع لعنا أهلا وسهلا فيهم. الجوائز قيمة وكل يوم كما عاد سحب. بكرة عنا سحب والجمعة الجاي على غرفة نوم طاولة أكل ميزنونيم هربيت فريم وأهلا وسهلا في الجميع.